هكذا أطلق المندوب العام للحكومة لدى بلدية إنجمينا أطلق المرحلة الثانية من عملية رش البعوض، والتي تستهدف هذه المرة المجاري المائية وسط العاصمة وضواحيها مناطق تكاثر البعوض. وعن هذه العملية قدم مندوب الحكومة وصية للمواطنين. بعض الشوارع يعني ناس يكشوا المويه كيف بس شاهدنا في الشوارع أن الناس يسكبون الماء بطريقة عشوائية، مما يتسبب في إحداث مستنقعات صغيرة، وهذا يساعد البعوض في النمو. كما أن الأسر تشتكي من الملاريا، وهذا شيء ضار، حيث نأمل من الجميع أن يساعدوا البلدية في عملية الرش هذه. العملية التي تستمر عدة أسابيع يطوف خلالها فريق الرش بكل المجاري المتواجدة بالدوائر المختلفة للعاصمة. وأن هذا قال العمدة: الدواء ده بالكور سكبنا الدواء لقتل البعوض، وهو دواء معترف به من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، وأن هؤلاء العمال وهذه المعدات هي تابعة لبلدية إنجمينا. وعبر هذه الانطلاقة الرسمية من الدائرة الثامنة نؤكد أن حملة الرش تشمل كل الدوائر العشر للعاصمة. الليلة نصمع الأوفيسيال أن الأمل في كل الكومين الأشرع من مدينة إنجمينا. يبدو أن موسم خريف هذا العام شهد عدة مبادرات لمحاربة البعوض المسبب الأول لمرض الملاريا، المرض الوحيد الذي يفتك وما زال يفتك بأرواح آلاف الشاديين سنويا.